اشتغلتي بانيكا؟ اشتغلت. طب ممكن نشوفها كده بعد اذنك. بيعملوا ليهم ماشية كده فيها أنوثة كده وفيها احترام وفيها كل حاجة. كل ده انت بتعمليه وبابا ما يعرفش؟ ده عارف بعد ما اتفرج عليا في أحلام الفتى الطاير. لا لا لا. أمال مين أم علي؟ أنا برضه. بتعتبري نفسك ناجحة كزوجة ولا لم يقدر لك نجاح في حياتك؟ لا لم يقدر لي النجاح طبعا. عشتي إهانة وعشتي خيانة. في حد ما عاشهمش؟ تدي لنفسك كام في المية في تحقق الحب في حياتك؟ لا أنا اتحبيت كتير. انت بتشوف الاول الحاجات اللي بتتكتب عليها في السوشيال ميديا بتاعتك؟ طبعا بتموتني من الضحك. وانا مستمتع بيها جدا. بيموتوني من الضحك. ده انت نسخه من نفرتيتي. كلميني عن علاقتك بعادل امام. الاستاذ عادل لاحظ ان انا بترعش. لو قدر مكاني رابعني يا خبر ابيض استاذ عادل وريقي مشي مش عارفه اتكلم. يعني انت من ممثلات التوقيت. اقول لك ما حدش يقدر. لاول مره في حياتي بقوله. انا ممثله جبانه جدا. اهلا بكم من جديد في حواري مع النجمه الجميله سوسن بدر. سوسن بدر زي ما انا قلت مش مجرد فنانه عاديه، هي فنانه موهوبه وبتقدر انها تعبر كتير جدا بصدق عن مشاعر المراه الام الزوجه والحبيبه، والتناقضات في الادوار بتاكد قد ايه هي موهوبه وعندها قدره انها تجسد وتشخص كل الادوار. سوسن برحب بيكي مره ثانيه. اهلا بيك. سعيد بحضورك ووجودك معايا في حلقه وانا كمان جدا واحده من الناس اللي احنا عجبني قوي اسم البرنامج ده. تاريخ بقى 15 سنه واحد من الناس. 15 سنه برنامج قالوا 15 سنه ف اسمه بيعبر عن الناس، هو من الناس والى الناس. ده حقيقي. وانت واحده من الناس اللي بنحبهم عشان كده ما بيطلعش فيه غير الناس اللي احنا بنعتبرهم واحد من الناس بجد. احنا لما بنعرض او بنستعرض تاريخك السينمائي والتلفزيوني في اعمال كتيره جدا، اعمال الواحد بيبقى راضي عنها، اعمال مش راضي عنها، اعمال الواحد يحب يسخطها، اعمال يحب يعتذر للمشاهد يقول له انا اسف، او يعتذر لنفسه على الاقل يقول انا يا ريتني ما عملت دور. ايه الافلام اللي انت او المسلسلات اللي انت ندمتي عليها في حياتك؟ ندمت اقول لك حقيقي بصراحه بما ان احنا قاعدين قعده صراحه. انا واثق انك انت حد صريح. والله عمري ما ندمت على حاجه في حياتي، لا عمل عملته ولا تصرف اتصرفته ولا فيلم ولا مسلسل. ما هو لو هو ما كانش كويس وعملته يبقى اكيد كان في سبب. يا اما انا اخترت غلط فتعلمت ان انا اختار احسن من كده واختار ازاي. طبعا فاكيد على مدى العمر ده كله وكم الاعمال ده كله اكيد اخترت، ما كنتش بعرف لسه اختار، مش بعرف اقرا، يمكن كنت بعرف اختار بس كنت مضطره اشتغل عشان كنت محتاجه فلوس. هو هنا بقى دي النقطه اللي بتكلم فيها، هل اضطريتي تشتغلي عشان الفلوس؟ طبعا. زي ايه؟ لا مش فاكره بجد، مش فاكره. بس في عمل ممكن الواحد يندم انه عمله وتقولي يعني تقولي انا ندمت اني عملت في السينما دور كذا، عملت ندمت في التلفزيون دور كذا، ايه اللي انت ندمتي عليه؟ لا انا ممكن ما ندمش على الدور لكن ممكن اقول انا مش هشتغل تاني مع الشركه دي، او مش هشتغل تاني مع فلان ده، مش هشتغل مع المخرج ده. حصل؟ اكيد. ما هو بقول لك على الرحله الطويله دي مين كلها. مين اللي انت اشتغلتي معاه؟ مش فاكره. لا هم بني ادمين كبني ادمين يعني مش فاكره، انما يكفيني ان انا ما اشتغلتش معاه تاني، هتلاقي هو موجود في لكن حياتي. لكن مفيش دور تقدر تقولي انا ندمت على الدور ده؟ لا لا. وحتى الادوار اللي ما كانتش كويسه ما انا عملتهاش، كنت عايزه فلوس فخدت فلوس. اكيد. طيب. يعني ايه اكتر الادوار اللي حبيتيها في السينما؟ على فكره المقوله بتاعت كلهم ابنائي دي والله العظيم مش كلام، بس اكيد في حاجات انتي بتحبيها بتحسي عملتي فيها مجهود اكتر. مجهود عملت يمكن. لك شغل اكتر يمكن مع الناس. مجهود يعني مثلا الشوق ده كان دور صعب جدا وانا حبيته جدا جدا خدت فيه جايزه حلوه. شمس الزناتي بحب دور حنة جدا. بحب فاطمه في بطه مشيكه مرزوق تتقلي لغايه النهارده دي وانا طول ما انا ماشيه. طيب رتبي لي اهم خمس اعمال في الدراما التلفزيونيه انت عملتيها. لا خمسه ده قليل، ده انا حرام عليك. لا ده انا عامله حاجات كتير. طب رتبي لي 10، قولي لي 10 بس بالترتيب. الرحايا. لا من غير ترتيب ما طيب. ما اقدرش على الترتيب. يلا. يعني عملت الرحايا، عملت دولة فهمي التي لم يعرفها احد. طبعا طبعا. عملت عملت زيزينيا ده كان دور حلو طبعًا. قوي. عملت نونة الشعنونة طبعا.
عملت هي والمستحيل طبعا. كلها انا بحب قوي هي والمستحيل من اعمال الجميله انت ومدام صفاء بالسعود طبعا استاذ محمود الحديد اخراج مدام العام محمد علي ومدام فتحي العساف الله يرحمه ايه مؤخرا اهم اعمال قدمتيها؟ ايه مؤخرا؟ سعيده بيها وشايفاها ان هي اضافت لك. اخر حاجه اللي انا لسه جايه منها ده عمل كويتي بالكامل تاليفا واخراجا وانتاجا وكل النجوم الكبار الزملاء والزميلات من الكويت. كانت تجربة في غاية الجمال. مين أكتر فنانة بتعتبريها صديقتك الأنتيم في الوسط الفني حاليا؟ في صداقات بقى زي ما كنا بنقول من شوية ليها 30 سنة و 40 سنة وحاجات كده هقول الأسماء بقى وأمرنا إلى الله. في صفاء الطوخي دي يعني أنا متربية في بيتهم، كان والدها الله يرحمه والدتها ليهم أفضال طبعا علينا. صفاء طوخي، سعاد الهجان، امل اسعد، وفاء صادق، احنا خمسه كده مسمين روحنا كف القمر، خمس صديقات بقالنا عمر طويل جدا جدا اصدقاء، وان شاء الله يا رب الاخر هم الفنانين يعني. فنانين كتير قوي، احمد رزق، السقا، كتير يعني. انا بس الصديق غير الزميل يعني طبعا. انا بتكلم عن الصديق، دول اصدقاء حقيقي. هل خسرتي في يوم من الايام صديق او صديقه بسبب عمل فني؟ لا، عمل فني لا. سبب ايه طيب؟ مش خسرت، انما خلاص بتبقى عارف ان ده حدوده لغايه هنا، له صديق وله هو زميل. المعيار يعني المعيار الاحترام. ما احترمش سر مثلا انت تقوله؟ لا، ما احترمش الشغل. لا، الاسرار دي ليها اصحابها. حصل ان حد صديق اعتقدت انه صديق افشى سر من اسراره؟ لا، اصل هم الخمسه دول هم اللي عارفين الاسرار، يعني احنا لو اتخذنا على الزبونة مش هتقر على بعض. قعده الكنبه دي بتجيب الاسرار كلها. انما في الشغل مهما كانت الصداقه ومهما كان القرب، في حدود لازم نبقى كلنا عارفينها. لو حد تجاوز الحدود دي بيبقى فيه خلل في الحكايه. حد بيتجاوز الحدود خلاص بيخلص بحدوده يعني. ليه ساعات بحس لما بشوف دور اقول الدور ده كانت لازم تعمله سوسن بدر؟ يبقى كان مكتوب لي بس ما تمش. شفت، هما اللي خسروا. انا متواضعه جدا. اكتر دور صعب ومركب عملتيه وعمل لك ارهاق نفسي شديد؟ دورين والله، دورين في مسرحية طقوس الإشارات والتحولات، دور الماسة تعبني حتى بعد المسرحية ما خلصت معرفش أخرج منها بسهولة، هي ما سابتنيش بسهولة، تعبتني على ما مشيت. والدور التاني بتاع الشوق، أنا مش فاكر اسم الشخصية كان إيه، بس الشوق هي تعبتني جسمانيا وتعبتني عصبيا، لأن كنت بغير صوتي في الكلام وفي المشهد، لازم تغير صوتها من صوت الأدمي ده لصوت فيه ذكورة شوية كأنها ملبوسة يعني. فكنت بعمل ده وإحنا بنصور، فعمل لي التهاب في أحبال الصوتية، أعتقد أنه يعني أثر عليه لغاية النهاردة يعني. لعبتي كمان أدوار الأم وعملتيها باقتدار، لكن بتصور أن دور الأم اللي أنت عملتيه في مسلسل أبو العروسة ليه معزة كبيرة فقط. جدا جدا، ده من أحب الأمهات لقلبي. غالبا الأمهات اللي أنا عملتهم كلهم بيبقى فيهم حتة مني، حتة من أمي، حتة من عمتي، حتة من خالتي، حتة من أم أنا شفتها في المكان ده. إنما أم العروسة دي هي خليط كل أمهات اللي أنا شفتهم بتوع الطبقة المتوسطة الحقيقيين، اللي بتعمل جمعية علشان تجهز بنتها، واللي بتقعد تحضر لها جهازها ومخداتها وكياس المخدات وملايات وقاعدة مربعه على الأرض ومطلعه الدواليب كلها حواليها. دي الأم بالظبط زي ما احنا شفناها في بيوتنا وتربينا عليها، عشان كده هي كمان انا بحبها زياده عن كل الامهات التانيين بقى. بس العصفور قالت لي حاجه غريبه جدا على فكره. يا ربنا يستر من العصفور. قالت لي ان لو جالك دور في مسلسل بطوله الفنان عمرو سعد هتفكري كتير قبل ما توافقي ويمكن ترفضي. عمرو ممثل رائع وجميل وانا بحبه، عملنا مع بعض عملين في منتهى الجمال، بس انا هاديه في اللوكيشن جدا، عمرو مش هادي، وانا بقلق لان لو اتوترت مش هعرف اشتغل.
عمرو طبيعته كده، عمرو مش شخص في اللوكيشن هادي، طبيعته زي ما انا في اللوكيشن هاديه. فخلينا اصحاب، افضل ان احنا يعني انا احب احتفظ بيه صديق اكتر. انتوا عملتوا اظن كمان مسلسل يونس ولد فضل، عملنا معك. يونس وعملنا خرم ابره، الاثنين كانوا في منتهى الجمال، من اجمل المسلسلات انا وهو مع بعض. وهو عمل مليون مسلسل في منتهى الجمال برضه، عمرو ممثل مش هين، بس انا رايقه، عايز افضل رايقه، فخلينا اصحاب احلى، بنكلم بعض طول الوقت يعني. انا فاكر فيلم، اقعد افتكر لي انت الحاجات اللي عملت فيه دور رقاصه، الفرح، وكان شوفي دور بديع. كلميني عن دورك في الفرح. سبحان الله، شوف انت قلت ايه، دور بديع. انا اول ما جالي الفيلم عجبني جدا، واول ما جالي الدور، رغم ان دورك مش كبير، مش كبير خالص، مشهدين ثلاثه بس فيهم ماستر سين طبعا، يعني كان دور مهم جدا جدا وجميل جدا. واول ما جالي انا بقيت حموت علشان نفسي اعمله، وحموت خايفه من بدله الراس، ويعني انا كنت وصلت في الفيلم ده لمرحله عمريه ما ينفعش اعمل فيها دور في بدله راس، يعني لو كان ما كانش في بدله راس كان ممكن. والاستاذ سامي عبد العزيز كان مصر ان الراقصات في المجتمع ده في الطبقه دي ليهم شكل لازم تطلع. انت عندك لقات في التمثيل يا سوسن؟ لقات يعني ممنوع ان انا البس دور البس كذا البس كذا، يعني ممكن ترفضي دور عشان فيه عري مثلا؟ لا، انا ممكن ارفض دور علشان العري اللي فيه مش ممنطق، ملوش لازمة، عشان احنا طالعين نهزر بالمشاهد. لكن لو حصل كده؟ حصل. يعني اعتذرت يعني ايه عشان خاطر حاجة زي كده؟ لا، اعتذرت عن فيلم على بعضه، كان الدور ما يعني مش عارف اعمله يعني. وعلى فكرة الفيلم كله ما اتعملش كمان، وراح لكذا حد بعدي، وراح لكذا زميلة بعدي. لكن ما فيش شروط لسوسن بدر لما يجي لها دور انها تقبل او ترفض؟ لا، انا ممثلة، انا ممثلة. امال ايه كنت متحفظة على موضوع انك تلبسي بدلة رأس مع كنت خايفة الفرح. كنت خايفة ان ما اعرفش اعمل الدور بالطريقة الكويسة اللي تخلي الناس تكلم عن الدور ما تتكلمش عن بدلة الرأس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله محدش يتكلم عن بدلة الرأس خالص، ما انها يعني بدلة رأس بس، يعني الناس عجبها الفيلم وعجبها الدور الحمد لله. بس الحارة دور صفية كمان كمان الدور الحلوة جدا جدا جدا. انا بحب الشغل مع سامي عبد العزيز جدا، هو مخرج جميل حقيقة، وفي المنطقة دي هو مبدع. دايما انا بشوف ان الممثل هو مزيج من ثقافات وحياة عايشها، لكن ممكن هو بيشتغل يقف قدام مشهد بعينه ويقول الكلام اللي انا بقوله ده هو انا، هو سوسن بدر. هل انت مر عليكي وسط هذا الكم من الاعمال، مسرح، سينما، تلفزيون، مشهد، فاكره لغايه اللحظه دي، فاكره المونولوج او الحوار بتاعه اللي بيقول هو ده سوسن بدر، يعني لو سالتك تقولي لي كذا كذا كذا؟ اسمعه منك. لا، هو المشهد للاسف للاسف مش فاكراه بالكلام، لانه كان في طقوس الاشارات والتحولات، وكان مشهد بتعترف فيه الماسة ولو جملتين، ان تكون حقيقتي هو ما يراه الناس مني، وما يراه الناس مني هو حقيقتي، اتمنى ان اشف، ان اصبح شفافة 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 كالزجاج كالزجاج. كانت بتتمنى انها تبقى عندها القدره انها تظهر كل حقيقتها اللي جواها من غير ما تقتل، ومن غير ما تلام، ومن غير ما يعتب عليها. المشهد انساني جدا، وكل بني ادم مننا في الدنيا انا متهيألي انه جواه الحته دي يا دكتور، انه نفسه في لحظه يبقى على طبيعته ويبقى حر. هي المسرحيه كلها كانت بتدور حوالين الحريه، حريه البني ادم من كتر القيود اللي بقت مفروضة علينا في الحياة وفي المجتمع وفي الناس وفي التقاليد وفي الأخلاق وفي كل حاجة. كانت ست بتدور على حريتها، فلما حاولت تعيش الحرية بمفهومها هي اتقتلت. فبتقول المونولوج ده قبل ما بتتقتل على طول. دي سوسن بدر؟ مش بالكامل، مش بالكامل، إنما بالتأكيد كلنا، مفيش بني آدم بما فيهم أنا محبش في لحظة إنه
مش يعني انا مش عايزه اضحك، مش هضحك، متضايقه، عايزه اعيط، موجوعه بس مش قادره اقول انا ليه موجوعه، مخذوله بس مش قادره اقول انا ليه مخذوله. ما هي دي كلها حاجات جوانا، ما هي دي الحقيقه اللي كان نفسها تقولها، فحتى تصبح شفافه كالزجاج، فتصبح الناس شايفه اللي جواها، شايفه حقيقتها. يعني بالتالي كلنا فينا الحته دي يا دكتور بشكل او باخر. يعني فينا، بس خليني اعمل معاك حاجه لطيفه قوي جات لي الفكره دلوقتي بس والله. ربنا يستر. ربنا يستر. انا هديكي فرصه 3 دقايق بالظبط. ميرسي يا دكتور. 3 دقايق. مش عايز ايه؟ 3 دقايق. قول لي عايز ايه؟ لو انت مش سوسن بدر تحبي تبقي ايه؟ ذكر ولا انثى؟ لا انثى. طيب تحبي باسمك ايه؟ هو انا حبيت الاسمين، سوزان ده اسمي الحقيقي وغيره لي كان الاستاذ شادي، كان رافض اي اسم اجنبي يبقى على اسم تتراته. سوزان يعني احمد بدر الدين بالظبط كده. فسمى هو اللي سماني سوسن، قال لي هو نفس الاسم بس بالعربي يعني اسم. يعني تحبي باسمك ايه؟ كنت احب يبقى اسمي امنه. امنه مع ان انا بحب اسم مامتك فرايه وسكينه. فرايه وسكينه بس هو مش لانه كان اسمها الله يرحمها، لان بيقولوا ان كل واحد له من اسمه نصيب، فامنه ده جاي من الامن. من الامان يعني، الاحساس بالامان ده احساس جميل جدا، فما كانش عندي مانع ان يبقى اسمي امنه يعني. طيب يا ست امنه قولي لي يا امنه دلوقتي تحبي تتولدي فين في العالم؟ اتولد فين في العالم؟ خلي بالك انا بديكي فرصه تبقي انسانه ثانيه. هقول لك يعني هاخد انا من وقتك كده دقيقه واحده. ولادي حاولوا من كام سنه كده يعلموني التكنولوجيا بتاعتهم الفظيعه السريعه اللي هم يمان. فكان في لعبه جيم على اللابتوب اسمها سكند لايف، عارفها؟ ايه سكند لايف اللي انا بعمله معاك ده؟ هو السكند لايف بالظبط. فقالوا لي بقى قعدوا يعلموهاني، ودوسي على الزرار ده وهتختاري الشخصيه واختاري لونها واختاري شغلك واختاري اصحابك واختاري عيلتك واختاري تنجحي، بتختار حياه سكند لايف. قلت لهم طب خلاص يلا، وبنقعد نلعبها بقى كلنا مع بعض في مزرعه كده وفي عالم. فجم يشوفوا انا اخترت ايه، قالوا لي انت ايه اللي اخترتي ده؟ انت اخترتي تاني نفس حياتك هي هي؟ فوقفت لحظه عند الكلمه اللي هم قالوها لي دي، انا اخترت حياتي فعلا هي هي، انا حياتي عجباني زي ما انا كده. طيب تحبي تتولدي فين يا امنه؟ فين ولا امتى؟ فين لسه امتى جايلك فيها؟ لسه امتى جايلي. طيب الفكره جت دلوقتي. لو مكان مباشره على البحر يعني، ممكن لو في جزيره كنت قلقان. جزيره على البحر امتى؟ امتى؟ في وقت ما فيهوش تكنولوجيا، ما فيهوش اقمار صناعيه، ما فيهوش موبايلات. يعني نقول مثلا من 100 سنه، 200 سنه، 500 سنه، عشرينات. لا انا بحب الفتره دي، العشرينات والثلاثينات دي قوي. تحبي يبقى عندك كام سنه يا امنه ساعتها؟ ساعتها لا كنت احب ابقى في سني ده دلوقتي في الفتره دي. طيب بعقلي ده. تحبي تكوني متجوزه ولا مش متجوزه؟ في الفتره دي لا متجوزه. متجوزه في الفتره العشرينات دي. تحبي لما تكوني متجوزه تشتغلي ايه يا امنه؟ لا في العشرينات مش هتشتغل بقى، هو يعني هو مكتوب عليا ما الستات زوقتها ما كانوش يا امنه. اهو يا سيدي، ما انا امنه بديكي فرصه، ما انا بشتغل هنا امراه مش لا هنا امراه عامله، هناك تبقى ست بيت بعد تعمل محشي يعني مش هتشتغلي بالتمثيل ولا هقول لك على حاجه. عارف انا لو ما كنتش ممثله انا عمري ما تخيلت نفسي، انا مش موهوبه في اي حاجه تانية خالص، ربنا ما ادانيش اي موهبه في اي حاجه غير التمثيل. لكن لو كان عندي القدره اني اختار شغلانه تانية غير التمثيل وانا بعشق شغلي، كان ممكن ابقى مدرسه اطفال. بس انهي سن؟ انا كان نفسي استلم الاطفال وهما لسه بيبداوا الحياه، بيتعلموا الكلام 3 سنين لغايه مثلا 6 سنين 7 سنين، مش عشان اعلمهم الف ب وواحد زائد واحد يسوي كام، عشان اسمعهم مزيكا، عشان افرجهم على ورد، عشان اعلمهم ايه الحلو وايه الصح وايه الغلط وايه العيب وايه الحرام وايه اللي يعملوه وايه اللي ما يعملوهوش، واسيبهم بعد كده. ده اللي كان الشغلانه الوحيده في حضانه مثلا. خلاص يا امنه احنا كده حققنا لك اظن امنيتك، غيرنا لك المكان والزمان والعمل والزوج وكل حاجه والمهنه. نرجع بقى سوسن بدر يلا او سوزان تعالى. دور الراقصة في فيلم ديل السمكة، وأنا شفت الفيلمين، أدوار صعبة قوي مختلفة. كلمي عن الدور. تعرف إن خدت فيه جايزة 4 مشاهد، جايزة لجنة التحكيم الخاصة، كان في مجال مهرجان القاهرة السينمائي.
لما كلمني الأستاذ وحيد الله يرحمه قال لي الأستاذ سمير سيف أنا كاتب فيلم وهو عايزك في دور كده اقريه. وكان الأستاذ وحيد كان صديقي والأستاذ سمير كان أستاذي وصديقي هو الأستاذ وحيد والله. قلت له طيب حاضر. فبعتوا لي الفيلم قريته رحت مكلمهم قلت لهم أنتوا شايفيني كده أنا هعرف أعمل دي؟ أستاذ سمير رحمه قال لي أنت أكتر من كده سيبي نفسك بس وشوفي أنت هتطلعي. قلت له مش هعرف أعمل دي. قال لي هتعرفي اسمعي الكلام بس خليكي ممثلة مطيعة وشوفي هتعملي إيه. وطلع الدور اللي في الفيلم ده اللي الناس شافته اللي انت شفته ده خدت فيه جايزة لجنة تحكيم خاصة طبعا.